أحلام الشاعر مدير المسرح والشباب وزارة الثقافة في إطار التبادل الثقافي ما بين فلسطين ومن خلال كافة الوفود الأجنبية والعربية التي تصل لقطاع غزة. تقيم وزارة الثقافة وفي كل عام فعاليات تجسد فعلا التبادل الثقافي بين كافة الحضارات والمجتمعات التي يعني يكون بيننا وبينهم تواصل. ومن خلال زيارة الوفد الإيطالي لقطاع غزة والذي زارنا قبل شهر وأقمنا معهم مجموعة من الفعاليات الرياضية في ميناء غزة اليوم وبحضور مجموعة من الطهاء الإيطاليين وتحت ضيافة مركز تمكين المرأة وزارة الشؤون الاجتماعية نقيم يوما تدريبيا في فنون الطهي الفلسطيني والإيطالي. من جانبنا في الجانب الفلسطيني سنعد الآن المقلوبة الفلسطينية باعتبارها أكلة تراثية فلسطينية يعرفها الجميع. في الجانب الإيطالي يقوم الطهاء الإيطاليين بإعداد مجموعة من الأكلات الإيطالية منها ما نعرفه ومنه يعني لأول مرة سنتعرف عليه الآن. ومن خلال طبعا هذه الزيارة نحن نرحب بكافة الضيوف والوفود التي تصلنا هنا في غزة.